هؤلاء لما أكثروا الفساد وعصوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل بهم؟ أعطاهم شيء بسيط، أعطاهم شيء بسيط، عقوبة، صب عليهم سوط، ما هو كل الأسواط، سوط عذاب. ولذا يقول الله عز وجل أهلك عاد، قال في آخر الآية ما نعتبر، نحن نقرأها نمر عليها مرور، إن ربك لبالمرصاد. أن الله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم عن قوم عاد، قوم عاد لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له من أشد منا قوة؟ الله أعطاهم قوة عظيمة، طول في الأجسام وضخامة وقوة في العمل في الدنيا وحضارة، أعطاهم الله أشياء عظيمة، فقالوا من أشد منا قوة؟ ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم بأي شيء؟ أهلكهم بأسهل شيء، أهلكهم بأسهل شيء وهو الريح، نسأل الله العافية. ولذا ربنا يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم يعني جدهم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هؤلاء لما أكثروا الفساد وعصوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل بهم؟ أعطاهم شيء بسيط، أعطاهم شيء بسيط، عقوبة، صب عليهم سوط، ما هو كل الأسواط، سوط عذاب. ولذا يقول الله عز وجل أهلك عاد، قال في آخر الآية ما نعتبر، نحن نقرأها نمر عليها مرور، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. كل من عصى الله مستعد له، يرصد أعمال العباد ويراقبها فيجازي كلا بعمله. الله أخبرك في القرآن وتتقرأ القرآن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، مع كثيرين من الملائكة يكتبون ما تقول وما تفعل في السماء في الغرفة مقبلة، الملائكة معك يكتبون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، المستعد يكتب ما تقول. ولذا يقول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. مثقال الذرة يعني وزن النملة الصغيرة، الموازين الموجودة الآن عندنا ما يكون وزن للنملة والناموسة، لكن الله سبحانه وتعالى يحصي كل شيء، فأنت لك كتاب مكتوب، فكن حذر، كن حذر وعد إلى ربك واحمد ربك سبحانه وتعالى أن وفقك للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، واعمل صالحا لأجل تذهب إلى الطريق الصحيح. هذه الدنيا كلها نكد، كلها تعب، ما فيها إلا العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي ينجيك من عذاب الله عز وجل.